محاسب بكازينو. بس على علمي انتوا اساتذة الجامعة، يعني رواتبكم منيحة. والله مقارنة مع غيرنا ماشي حالها، ناخذ لنا 9000 ورقة بالشهر، بس مقارنة مع المصروف الله وكيلك زفت. 6000 ورقة بندفع إيجار بيت، وبتعرف أستاذ الجامعة ما بيحسن يعيش بحي الله بيت. والله معك حق، بس في أساتذة بياخذوا 15000 ورقة بالشهر. إيه مزبوط سيدي، بتعرف إمتى بياخذوا 15000؟ لحتى ما يصفي ولا شعره سودا براسه. يا الله بعين الله. على مهلك زكاتك، نزلني قدام المحل هذا. هون نازل؟ لا نازل جيب ربطة خبز لأولادي، حاكم إذا رجعت على البيت مرتي بتطلقني إذا راجع بلا خبز. على عيني هون، شرف سيدي. يا الله، هاي شنطتي راح خليها هون مشان تطمن. لا يا رجل، الناس لبعضها نزلها معك. أخي مشان يرتاح بالك. بأمرك. يا الله. يا معين. سادسا شحطة النسيج البرانشيمي نقطتين ألف شحطة. يتألف النسيج البرانشيمي بمجموعة من الخلايا الحية النشطة فاصلة من الناحية الفيزيولوجية فاصلة، لذلك فهو يكون الكتلة الأساسية في الأعضاء النباتية فاصلة، لذلك يدعى أحيانا نقطتين النسيج الضام فاصلة. لا بنتي، هاي مادة الأحياء بتنفهم فهم وبتنبصم بصم، حاولي تفهمي مو تحفظي حرفيا. فقالش لا فقالش، عدتم 100 مرة بس مشان أبصمن، لا تخربطي لي معلوماتي، بس نخلص فحص بفهم خلاص. مسكي، ممتاز. ما حد كفي لي؟ ما في داعي، ما زال حافظ الفواصل والنقط. حطي الولد بإيده خليه يعرف ينام، عاج تعذبيه انسلت عافيته. ايه عم يبكي، شلون بدي حطه من ايدي؟ لأنه ما له مرتاح، حطيه على جنب خليه ينام يرتاح. ماما الله يخليكي لا تتدخلي فيني، هي حياتي، بعدين ما بعرف ادرس غير هو بايدي. خلص امشي روح لهني. يلا اصفلي، بعثي لي علاء مشان اسمع له. يلا سبحان مين خفف. علاء علاء رياضي. ايوه تعال. يلا يلا اجى دورك روح. يلا. النسيج البراشيمي يتألف مجموعة من الخلايا البسيطة. السلام. في اخ نزل من التاكسي يشتري ربطه خبز، شفت لي اياه؟ اساسا نحن ما عندنا خبز. والله معكم خبز؟ طيب في واحد هيك لابس قميص ازرق صحته ما بشي، ما شفته فات لهون؟ فات سرق غلط وطلع الباب الثاني. الباب الثاني ليش؟ محل كم باب له؟ له بابين. بابين والشنطه؟ انو شنطه؟ عفوا بعتذر. اللهم صلي على النبي يا علاء. موجي ليش سكتت؟ أمي ما سكتت، أنت أعطيني بس أول كلمة وأنا بكرر لك كل المقطع. أنواع التراب. أنواع التراب مبينة، أنواع التراب في الوطن العربي صح؟ صح. ها حافظ، للتراب عدة أنواع في الوطن العربي مظبوط؟ لك صح، كمل أشوف. يلا أمي يلا جايك الحديث. هناك أنواع عديدة للتراب في الوطن العربي صح أمي؟ سمعنا أنت صح ابني، كمل بس. أولاً رجعت سكتت؟ أمي يعني شو عم قلك أنا؟ بس أول كلمة بكرر لك المقطع، أعطيني أول كلمة. تربة مظبوط ماما، برافو تربة، كتير ممتاز. شو تاني كلمة؟ البحر. شو؟ البحر. البحر؟ ايه متأكدة امي؟ هذا كتاب جغرافيا ولا علوم؟ خلصني بقى. معقول نحلل تربة البحر؟ البحر المتوسط. إيه بس امي يعني شو دخل يعني؟ يعني اذا البحر متوسط ولا كبير ولا صغير؟ كل البحار مي وتربة ومرجان وصخور. انت بعكس اختك تماما. هلا امي يعني الولد اللي بيفهم فهم مثل الولد اللي بيحفظ حفظ. لا بتفهم ولا بتحفظ. سلوى ما. لا انت. انا اكيد قريت الكتاب. انا؟
طبعا امي طبعا صرت كاتبه قاري يعني 10 مرات. 10 مرات ولساتك ما فهمت منه شيء. قوم الخلط يوم لك قوم قوم خلص لي تصطف لي يا امي. تعال انت لهون لشوف. تعال انت لصدق ساعه تضحك. تعال هون انا حافظ من هذيك السنه. ايه عود هات لشوف. سمع لي قولي انت قولي اسمع. اول كلمه وهلا بكرر ورا بعضه. انواع التراب. انواع التراب للتراب يعني. سمعنا انت تصطف لي امي. انت ما بدك لولد الحافظ تصطف لي. انواع التراب. انواع التراب في الوطن العربي عديده وكثيره ومتنوعه و باين عليك مالك حافظ. ومن وشي امي والله بابا قوم دروس منيح. خلصني شوف شو صار معكم انتو؟ خلصتوا كتابه؟ لا كان ناقصني هالهم بس. ليش ما بدك تقولي؟ ليش بدك يعني اقول؟ معقولة ما نعرف هالعيون الحلوين والخدود الوردية وهالعنق الغزلاني، شو اسم صاحبتهم؟ شو فرقت معك؟ كتير، بلكي بتصير علاقتنا أعمى. قوم انزين ولا؟ قوم! شو قلت؟ تعود قدامه ولا؟ ليش؟ هيك، لأني فكرتها مرتك أو خطيبتك، طلعت ما بتعرفها منهم. أنت شو فرقت معك؟ مرتي ولا مو مرتي؟ أعراض الناس مو لعبة؟ انت ما دخلك. لك مين حطك محامي عني؟ ما حدا حطني، بس بدك تفلتي فلتي على كيفك، بس مو بالسيارة وانا موجود معكم. حد قرب صوبك شي؟ لازم تستوعوا على حالكم. لك انا بشر مو حيط عيب. شو اول مرة بتشوف واحد عم بغازل وحدة مشان يخطبها ويتجوزها؟ لك يا عيني هذا لا ناوي يتجوزك ولا ناوي يخطبك، هذا بده يعتدي عليكي ويزتك مبين وغد من خلقته. هو علينا، نحن طلعنا مشان ننبسط ولا مشان نسمع محاضرات؟ عطيه مصاري نزيه، خلينا ننزل ناخد غير تاكسي. وجيه وجيه مو نزيه. ما بتفرق خلصنا. خد يا عيب الشؤون، طول حق علي يا داخل بيت بصلة وقشرتها ما بيدوبها غير البهدلة وريحتها. فتحتها؟ طبعا فتحتها مشان اعرف اذا كان فيها شي محرز ولا لا لحتى سلمها. ولقيت فيها شي محرز؟ يعني فيها هوية، جواز سفر، شوية وراق، ما عرفت شو هني. والمئة ألف؟ مئة ألف شو؟ اللي كانوا بالشنتاية. بعرف، رح تحلف مئة يمين وعظيم انه ما كان فيها شي. لو كان فيها مئة ألف واخدته ليش لأرجع سلمك ياها؟ على اي اساس عم تبني استنتاجك انت؟ قال يعني على اساس انك مشان تموه جيت سلمتنا ياها. انت شو عرفك انه كان فيها 100 ألف؟ هاي الشنتاي مبلغ عنا من الظهر انه مسروقة. ودي مسروقة مو مسروقة ما بعرف، كل اللي بعرفه انه الزبون نسيها معي بالتاكسي ونزل. بس الزبون عم يقول ما نسيها معك. لكان شو عم يقول؟ عم يقول انه شوفير التاكسي طلب منه ينزل ليشوف له اذا كان الدولاب الوراني مبنشر ولا لا. ما قال نزل حتى شوفير التاكسي قلع مثل الصاروخ، احبابنا بالهوى شتلوا وتناوق من الشباك وقال له ببعث لك مكاتيب وخاض اذا بيجيك مكاتيب. اتنقال قواله شو مفتري. الله وكيلك يا سياده المساعد، قال لي عن اذنك بدي اشتري ربطه خبز، قلنا له تكرم عينك، نزل نص ساعه ضليت استناه ما كان يلجا. على كل الصباح رباح، بيطلع الضو ومنشوف مين الكذاب، وينقشع الغبار وأرى تحتي أفرس أم حمار. لكان من هون لينقشع تحتك رايع البيت، وإن شاء الله قبل الضوء بكون عنكم أنا. لا ما حذرت، أنت ضايفنا الليلة يا ميت أهلا وسهلا. شو؟ بدكن توقفوني؟
بدك يانا نستناك حتى تكون صرفتن على ملذاتك الدنيئة؟ انتبه سيادة المساعد، عم تحكيني كأني حرامي؟ انتبه منيحة، أنا مواطن، أنا أول من أطاع وآخر من عصى، أنا مواطن ومحمي والقانون بيحميني، ايوه دير بالك ها؟ مو مشكلة، إذا طلعت مو حرامي منعتذر منك الصبح. لك أخي ليش تبيتوا الموضوع للصبح؟ اتصلوا هلأ بصاحب الشنطة، خليه يجي وننهي الموضوع بأرضه. هلأ؟ الساعة واحدة وربع بدك يانا نقلي راحة العالم؟ بيعينك الله للصبح. لك شو بيعيني الله؟ أنا ما بقدر أعطل السيارة وردية كاملة. معك حق، من هون للصبح بتكون جمعت لك 10-12 شنتاي، عم نقطع برزقك. فعلا الظرف العايب نافخه تعبان. شو قلت؟ عم اقول لك انا مو حرامي، ما في داعي للاهانات يا اخي. اخ انا اللي معقدني انه الواحد من بيناتكم بيمد ايده وبيحاول يضل محافظ على عزة نفسه. دير بالك ها، مو انا اللي بيحاول يحافظ على عزة نفسه، انا طول عمري نفسي عزيزة، نحن اولاد النايحة سأل عنا. النايحة؟ يا وليد! ناصري! سوقه! لك شو مفكر حالك انت ها؟ انا مواطن ومحمي، عم تفهم؟ رح ارفع عليك دعوة قدح بس تبين نتيجة التحقيق. ان شاء الله مفكر حالك الامر الناهي. دبور زن على حجر المسن، قال له الحجر شو بدك؟ قال له بدي الحسك. قال له دير بالك انا اللي بنحس الحديد والعكس. دير بالك شو مفكر، انا انسان ولي حقوق ولا احد حقوق الانسان بتنص على شيء وابن النايحة. اسكر تعمل لي حقوق انسان وبتنص؟ لا طالع لي اخلاقي، احسن ما اسمك بالنص. يا وليد سوق! سيادة المساعد، بحب اقول لك انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ما له مدان حتى تثبت براءته. ما بيحق لك، ما بيحق لك تقول عني حرامي. من عيونك مبين حرامي. لك مو بس هيك، أولادك الاثنين يلي البيضة ما فقست عنهم زارونا لهون بتهم مختلفة. سوقوا! ماشي إن شاء الله بيهدوا لك الطابق الثاني. ماشي ماشي. ما عرفنا على جنابك. أنا سعيد. سعيد إيش؟ سعيد النايحة. شو بيت النايحة؟ أكبر عيلة بالبلد؟ ما صار لي جمعة هون، صاروا فايت ثلاثة. أنت سادي أصغر عيلة، نحن بس ثلاثة بيوت بالشام كلها. لكن الدنيا عم تضحك أبوشنا، محظوظين شو نساوي. شو بيقربوك هدول الأولاد اللي كانوا هون؟ هدول أولادي اللزم. مين علم الثاني على الطريق؟ أنت ولا هن؟ شو قصدك؟ مين فات اول على الكار، انت ولا هن؟ شو رايك انت؟ هي اول مره انت بتفوت. مزبوط، ما حصل لي هالشرف قبل هالمره. شو جنحتك انت؟ انت شو جنحتك؟ ما بقول لك لتلي. انا بيحسبوها الرقابه، انت شو جنحتك؟ شو دخلك انت؟ لما بسالك بتجاوب، احسن ما افرمك وعملك كباب. شو جنحتك انت؟ شو دخلك؟ لا انا اللي بسال هون مو انت. لك نام انت وياه. امرك معلم. ولي هذا لسه قاله معلم؟ ليلتنا انس.